السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا فيكم مع صوت الرعود والبرق في سيتي سكايلان والأمطار الجميلة. على فكرة يشكون يبون عمالة. أحب أكمل اليوم المطار، بنحطي اليوم المترو وعلى الأغلب القطار، بدور لمكان خطر فيه مكان حلو سيابي القطار. عندنا خطة هنا يمكن نيبة، نسوي شبكة داخلية بعد قطارات لمسافات بعيدة قامت تستوي بين المدن. مسافات المدن قامت تستوي خرافية صراحة، يعني اللي بيجي من مزيرة علينا المطار وايد شغل وراء عسبية هالمنطقة هاي كامل، يعني ما تصور انه بيجي هني وايد عمل وياخذ يعني يبالي يومين ثلاث سفر. لكن حاليا انا بحط كم شغلة ثانية، لان احنا سوى عندنا منطقة سكانية، منطقة السكانية هني دائما تعرفون احنا نهتم فيها، ملاعب نحط فيها بعض امور مثلا هني هاي عند المطار شيء جميل يكون عندنا. الجماعة هني يبون حديقة، اكيد يبون حديقة، ترى الحديقة شيء اساسي بعد بالنسبة لهم. كالعادة بحط لي ملاعب، لكن عندي ملاعب زيادة. تنس كلب، شوفوا هذا شيء فنان، بنحطيه الحين. في مجرمين. لحظة بنحطيه، خلينا نحطي شرطة. زين حطي مركز شرطة عود، لان هذا المطار ما في مزح عند المطار. والله حلو عند الحديقة هذا، وبنحطي المطافي عندهم حلو، والناس اللي بتسكن عندهم بتستانس اكيد. صحة لازم نحطي لهم مستشفى، مستشفى بيكون على الشارع الثاني، اذا الزحمة هاي لهم على هالشارع، بس الزحمة تستوي على الشارع اللي عقبه، لان المدينة قابلة لامتداد لتحت، بس لفوق ما اظني بشتري ارض زيادة، صعب جدا، صعب جدا. مقبرة بنحطيها مكان بعيد لكنه بتخلي الناس توصل لاخر شيء تقريبا، يعني بنحطي مقبرة في زاوية المدينة هني، ومعناه بنحطي مقبرة في زاوية المدينة هني واخلي مجال حق تمديد، يعني لان المقبرة من الشغلات اللي تقول لي انا اعرف بيقول لي شو، لا لازم تمدد او انك تحرك تفضي المقبرة قبل انك تحرك كم مكانها على حسب كم واحد مدفون فيها. مثلا هاي نشوف، هاي ما عيب انه وضعها. لحظة نحرك بلوكين زيادة، اوكي، على اساس بعدين اذا سوينا مجال امتداد نقدر نمتد. يعني على فكرة المطار شغال، على فكرة عيب ناس، بس ناقصنا المكان شوي شغلات. بما ان الطلب على المكاتب، انا دائما اتصور من تصوري الشخصي ان المطار حوله يكون مكاتب وشركات، يعني المكاتب والشركات فشو اسمه الصراحة مفروض انها تسوي شغل وايد. انا ابني شغلات من هاي، ابني بس هاي حلوة بتكون توريزم سياحة ليجر هاي نايت لايف وكلبات ودنيا امطقة سياحية بنستعملهم استعمال ترى. وعندنا نو اوفيس سبيشاليزيشن، زين، وعندنا اي تي كلستر. اي تي كلستر مجموعة عماير، انا هاي اللي بسويها الحين في النص، اي تي كلستر، زين، وبنسميهم شيء ما اعرف، بنحطي لهم ما ادري، بنسوي شيء لهم ما ادري، بس يحتاج عمال اقل. المهم بشل هالعماير هاي الاوفيسات هاي اللي سويناهم، بنسوي لهم زون شو بروحهم، يعني مثلا لحظة انا بالبرش الصغير هاي بنشلهم من النص هني، ابى اشوف اذا على الكوميرشال بعد ولا بس على الثانيات. نبى مجموعة عماير هني مختلفة شوي حتى قريب المركز يوقفون، ونسوي لنا منطقة في الوسط جديدة. ايوة اوكي، هاي منطقة جديدة اسمها الماء ولا شو، الماء بار سنتر تقريبا، شيء بيكون جميل. وهذه بنعطيها اللي هي شو، والزون هذا الاي تي، خلنا نشوفه الاي تي كلستر هذا بنسويه هنا، نشوف شو العماير اللي راح تطلع، يعني شو الجديد اللي راح يجي. بس احس ان عندي شيء غلط، لحظه هي خلني اكبرها شوي،
عنا كبره. اتمنى انه يكون فيها عماير اطول. في وايد اظن ثيمات ممكن ننزلها، بس هاي حق السلسله الجايه، ترى السلسله الجايه او شو راح تكون، بس انا اتري اخلص هاي. شوف انواع العماير اللي طلعا، جيمنج ستوديو، جيمنج هب، بس شوفوا اهم شيء العماير تطلع غير، يعني ما تطلع نفس الشيء، يعني ما بالعماير يكون نفس الاشكال، نفس هذا نفس عندنا المطار سنتر في نص المطار. شوفوا قمنا نسوي شغلات جديده، قمنا ندمج اكثر من زون في زون، يعني قمنا ندخل الحين مكسات الحين في الوسط، وهاي بنشوف كيف يشتغل ويانا ولا شو بيسوي ويانا، كيف اشكال المباني، كيف يتطورون. الحين شوفهم نفس الشيء، تطورت انه بيكونوا وايد غير. ان شاء الله ندعي لنا ورك اوت 100% ان شاء الله. انزين المركز هني وقف، خلنا نشوف شو بيسوون، شو بيبنون. انا مهتم والله اشوف شو بيبنون الصراحه، بيكون شيء جميل. اوكي، قاموا يطلعون اشكال جديده. كومان، شو كومان، شو مكتوب عليه؟ كوندكترز. انزين شركات، اظني بما ان هني عند منطقه شركات ومعروفين مال الشركات يلعبون كوره، اكثر شغلهم كوره، حاطين ملعب الكوره هني. انت كيف عندك مجرمين يا صديقي وانا عندي مركز وش كبره هني استخدمكم؟ ممكن اعرف؟ ها بنركب الهليكوبتر ديبوت. الهليكوبتر ديبوت راح يكون وين؟ لانه مطار في المجال الجوي، ما اعرف اذا بيكون مسموح له يطير ولا لا، خاصه اذا حطيته في المجال الجوي، ويكون غير منطقي اذا حطيته في نص المجال الجوي. فاللي بسويه بحطيه على طرف المجال ونحطيه في مكان مثل هني، يقدر يطير على شو؟ على راحته. نشوف خلينا نشوف الحين المجرمين كيف. شوف كيف انت بروحك ترى قاعد تنسرق، ما حد غيرك قاعد ينسرق، لا تقول لي كرايم ريت هاي بعد دق بالك الصراحه. اوكي حلوا مشكلته، اهم شيء حلوا مشكلته. طلعوا ثلاث الكبترات دايركت، تمام، ما في تفاهم عند الجماعه شغالين، تبون صدق ما تفاهموا وياهم. ها طلعت عمارة جديدة، ولا الصراحة لا شيء مرتب، شيء مرتب. شوفوا هذا قدام المطار، ها كلها العيون المطار اصلا. شوفوا الحديقة اللي عند المطار، بس ناس تيجي تتمشى وهي عند المطار، تستانس تفرفش، شيء حلو. بس يبغى لنا دكاكين، والدكاكين اللي حاطينها من حين صغار ترى، فخلنا نحط دكاكين كبار. وهل العماير هاي ترى يبون دكاكين؟ بخليها في الوصلة بين العماير، يناسب كل حد يقدر يتمشى على الدكاكين هاي. بس ما في زحمة على فكرة، لأن الشوارع ترى كبيرة تقريبا، أحس إنه شوي مبالغ فيها يعني. الشوارع ترى ضخمة بالنسبة للفريج ولا بالنسبة للمنطقة بهذا الحجم. بس خلنا نزيد شوي هاي العماير، نشوف شو من العماير بتطلع عندنا. بس أنا عيبتني العماير الصراحة، العمارة اللي طلعت صراحة رقم واحد، تغيرنا عن باقي العماير. جميل المطار سنتر الصراحة رقم واحد، بس هاي ما أعرف، ما أظن تغير لا، أظن بيأثر بس على منو؟ على الأوفيس كلب، الأوفيس كلب اي تي كلاستر. شوفوا عليها، ما بحط بوليسيز ولا شيء حاليا، بوليسيز ما نبغى. اوكي انزين، ملعب كورة حد يلعب فيه؟ فاضي الملعب، ترى تعبت عمري حطيت لكم ملعب كورة، ملعب كورة، وبحط لهم نادي تنس كبير هني، حط نادي تنس عند المطار تحت المطار. الحين كان في ملاعب تحت المطار زمان، يكون شيء جميل في ملاعب هني، في له باركنات بعد. نايس تاتش، باركنات تحتوي الاحتياجات الخاصة، فيري نايس صراحة، فيري نايس، فيري فيري نايس. بس ليش ما في ليتات؟ انا هذا اللي شوية قاهرني شخصيا، ما العب ولا اتابع تنس،
ما اللي يبي يستمتع في اللعبة خلهم، لكن معناه انا ما سويت شيء مش معناه ما احط لهم. انزين بنحط لهم هذه ثانوية عادية، ما بقعد احط لهم ثانوية فنية ولا غيره ولا هذا، لا ما بحط من هالسوالف. في مدرسة هني بتكون، ومدرسة هني، مدرسة هني، هاي بالنسبة للابتدائية. ثلاث مدارس في الفريج. و لحظة، واو وصلنا حد الكهرباء. نحطي لنا نووي ثاني الحين، بنحطيه في اي مصفح؟ مصفح 1 2 3 ولا بنحطيه في صناعية؟ مكان النووي هنا ما بيكون اوكي ترى على فكرة. فشو بسوي؟ لان عندي نقص كهرباء، نبا بس النووي خدمني خدمة والله صراحة، خدمني خدمة مش طبيعية، خدمة 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 خدمني، ما قصر الصراحة، وفر علي اسلوب طاقة مش طبيعي. بنعطي هني، خلينا نكبر الفرشة، نووي خفيف، اخترع لنا منطقة من الجبال. شوفوا هالشغلات اللي ما كنا نسويها قبل، ترى هالشغلات تخلي اللعبة حلوة بالنسبة لي، تخلي اللعبة أحلى. يعني خلي الخاطر هالشير، ليش مكد الموضوع يعني؟ هالسوالف أحس اللي تخلي لك مزاج تسوي بس بعد يبالي شوي. لحظة أساس لازم بنحط له باركنات ولا شيء. انزين مرة في الصناعية دايركت، ويجي الشارع من ينبه ويروح وين؟ وراه. لف لفة طيبة. لا يا صديقي يا صديقي، عيب هذا الكلام، كلهم يغيرون. شارع بشير عنده، هي شارع بشير عنده، هي هي شارع بشير. تعال يا مصفح، خلينا نزيدك مناطق صناعية، وابا باركنات حق المكان. صنعوا وايدين يشتغلون فيه صح؟ لو شوف الباركنات محلاها جنب بيت، باركنات جميلة صح؟ رقم واحد باركن. يو بنحط حديقة هني، نويت فلوس، هاي فلوس لازم بنحط لهم، دام نوي فلوس نحط لهم ملعب باسكتبول بعد، ها دلعهم. سوقية الصناعية ما كنت محصلينها قبل، اشكر نوي يبركم ملاعب كورة في المكان، من غير نوي ما كان يبركم شيء. انتو هني يبالكم نوع من بس مش الحين. في عندي على الكورنيش اماكن ما في حدائق، هذه مشكلة لازم نحلها ترى على فكرة، مشكلة لازم نحلها، مش مشكلة هنا. خلينا نشوف عماية اي تي، عمارات، عمايات، اوه جبت العيد، عمارات اي تي كلستر. والله الاي تي كلستر صراحة، المطار، مطار سنتر ولا في المطار شيء جميل الصراحة، يعني مطار سنتر استوى. مغرينا الحين نسوي كل البقعة اي تي كلستر، خلينا نسوي منطقة العماير هاي. لا وايد كبير الفرشة، اي تي كلستر سوي لها برشنج خفيف 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 خفيف. هذا المطار سنتر بكبره الحين. بس ليش يشتكون من الجرائم؟ انا هذا اللي مش فاهم منه ترى. فاير ستيشن، بوليس ستيشن، اوكي المطار سنتر هني، البوليس ستيشن هني. عندي وايد سيارات بس وايد عندي، وايد عندي جرائم ترى. خلينا نحط سجون في المنطقة، نعطيهم نوع من الخوف. اللي بيزور مساجين هني ورا المنطقة، اوكي هذا مكانه اوكي. ليش؟ لانه مال سجن، سجن يعني شيء رقم واحد حقه المكان، مو شوية مش تعبان وايد اوكي. بنحط باركنات حق السجن، هما كان حق كهرباء بس حق الوناسة. انزين وبنحطي لنا عند السجن ملعب كرة سلة، بنحطي مركز صغير على اساس ان هذا حق حماية منو؟ حماية السجن.
اوكي هذا مش حق منه، حق الجماعة الثانية. ها مركز الحماية منه والسجن، ويكون في عماير تجارية يعني. هو مش أأمن شيء في العالم، أنا بدكان جنب بس ما أعرف ليش حق منه الدكان، لكن ما أعرف بنسوي الدكان. بنشوف الدكان حق منه ترى، شوفوا العماير اللي هنا قامت تطلع. والله عماير جميلة على فكرة، ترى أنا مستانس عليهم. مطار سنتر. أنا أهم شيء قلت بسوي ما سويت على فكرة، مترو أو خطر. فخلوني بختم الحلقة إني أسوي مترو على الأقل، سلسلة المترو. إنزين. أصلاً كان الموضوع كله مترو. إنزين. نجيب مترو عند باب المطار. اسمحوا لي لكن نوعاً ما يضحك. قاعد أسوي مترو، سويت كل شيء إلا مترو. إنزين. هذا المترو، بنقعد المترو عند باب المطار. او ممكن قاعدة ترى داخل مطار المترو على فكرة، بس حق المدينة بعد زين، كحد يبي المدينة فيكون مكانه هني افضل وايد. انا اشوف مكانه افضل بمراحل الطريقة هاي. بنرسله للشبكة هاي زين، وهذا بس مترو المطار مش نفس باقي المتروس. بيمتد كل مكان. انا في السابق يمكن نسيب، ما كنا نسيب بهالطريقة. هنا هني يوقف، هني يوقف، هني يوقف، هذا رايح المطار يعني، هذا رايح كل مكان. أبيب الناس من كل مكان مرة. صدقون هاي اللحم ما عندهم مترو لين هني. هذا المترو، المترو هني أظني وايد مهم، وايد مهم، مش شوية، بشكل مش طبيعي مهم. بعد هني عندي ليتات بعد، بس هذا مش مكانه، بعدين بنحط الليتات. كنت ابا شو كنت ابا احط عند المطار، عند المترو. المترو بشل واحد من بيوت ولا شيء مقابل منه باركنات. نبا عند المترو باركنات، هذا بيكون شيء وايد مفيد عند المترو. المترو اتوقع منه زحمة، وعنده على طول وقفة منه وقفة الباصات. دام اني متوقع الباصات هاي، بكون متر شيء حلو. بس يمكن يطول لفته، لان لفة وايد كبيرة تبون الصدق، اكبر ما مفروض اني اخطط لها. لكن في المستقبل بيستوي حق ليوة ومزير عشو مترو بعد. فاذا المطار عنده مترو الحينة، مشروع المطار على فكرة مشروع كبير. يمكن انت تخيلكم ان المطار الدولي راح يكون شو، مشروع اصغر وايد، لكن المطار الدولي لازم اهتم فيه وايد، لان في نهاية اليوم هذا المطار هذا اللي راح يبلي السياح ويسفر الناس مالي ويسوي وايد شغلات حقي يعني، مش شغلة او شغلتين. فبيكون ذا فائدة ضخمة بالنسبة لي، لو تبون الصدق بالنسبة لي انا بيكون ذا فائدة ضخمة جدا. بنحط هني بيوت، هني بعد نجاوب الدكاكين بيوت، وبزيد البقعة هاي كلها دكاكين عشان يكون في ناس تشتغل وتتحرك في أماكن دوامها، ما بالناس تتحرك خارج نطاق دوامها. هذا فنان حديقة مسكرة، ما أدري حديقة فراش نفس اللي في دبي، وجميلة صار رحت لها ذيك اليوم. انزين وين صارت بعد المطار؟ هذا هو. بس لا بزيد مدة الحلقة شوي، اسمحوا لي بزيد الخطر ضربة عسب نبدأ في السياحة أسرع، ما بأخلي لكم السياحة فترة طويلة وانتو تدورون سياحة 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 وما سوي لكم السياحة. السياحة شوف كل ازعاج في ازعاج هنا المكان أصلا بكبرة، بس ازعاج عن ازعاج يفرق. الحين أنا شو أبا أسوي؟ أبا أجيب صديقنا الشارع هذا هني. اوكي حطي هذا هني، ونحطي المطار في زاوية، زاوية جميلة يعني مش اي شيء. الخطر بيكون very simple، very simple connection، ما بعقد الامور. بجيب هني تموج الشارع وسويه سيدي عقب قريب الهايوي، وحاليا ما بحط فيه شيء. على الغالب هتكون اكثرها بيكون في سكنيه هنا اكيد، هذا شيء طبيعي، طبيعه الحال يكون في سوالف سكنيه. بس
ما يضر بركانات عادي، بركانات ما يضر، بركانات ترى هي تعتبر بعد، لا هي ما تعتبر حدائق سوري، انها هي من الكهرباء. كالعادة موي، ده هي غلطتكم انتو، انتو لازم تخبروني. ما وصلت موي على اساس انه بث صح. انزل وبني بالخطار الحين، خط الخطار مالنا جاي من هني. هذا very simple بدون تعديلات جبارة، يعني بدون اي شيء، بدون زين. بنسوي تقاطع بالشكل هذا، انا ما احس ان هذا تقاطع ناجح، لازم يكون بالعكس لداخل. ايوه هذا راسه يكون بالطريقة هاي، هي هذا اكثر يبين ان قطار بيلف فيه. انزل وني بالقطار مرة دايركت من هني، نرفع حبة، تجون الحركة هاي من احلى الحركات. خلنا نشوف كيف اقدر اسنتر لهذا. اوكي وشو نسوي النزلة؟ النيبة من وين؟ من هذا المكان. حلو، very simple، وايد مبسط. بس شو يبالي اسوي؟ يبالي اسوي لفاتة ناعمة شوي، اللفاتة الشديدة هاي ما تنفع حق الخطر. شوفوا عادي، شوي غشيت انا هني، بس اوكي اهم شيء يطلع مضبوط. اوكي ممكن اتقبل ان الخطار يطلع بشكل هذا، مش 100% لكن ممكن. شوي نرفعه طريقة هاي الارض. اوكي الحين منطقي اكثر وايد، استوى في ارض وجسر، والحين هني نفس الشيء. شوفوا لان النزله مش 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 لابد يعني، بنضبط النزله اساس يكون شكله صدق نزله يعني، لان النزله كانت وايد حاده. اوكي الحين منطقية، سوري على السكيب، الحين نزلة منطقية اكثر وايد وايد اكثر، ممكن نسويها حتى مرنة اكثر، نعدلها. ده انا والسكيب هذا، شوفوا الحين شكله اكثر كأنه جسر قطار على فكرة، لان استوى عندي سند، شيء يسند القطار من يمين ومن يسار، شيء جميل الصراحة. I don't mind it at all. وين هذا؟ ما اقدر اجيس الخط هذا، شوف مو زين. لا اوكي ممتاز، رقم واحد. لا حطينا القطار بس خلينا نحطيه موقف باصات. جبت العيد انا اظني، في وايد شغلات الواحد يبي يسويها في اللعبة لدرجة انه مرات بسوي موقف جديد. هذا نفس الباركن، خلى هاي اللي يوقف مكانية ثلاثة، لأن بنسويها نحن عقب على فكرة، موقفين باصات ويرجعون مرة ثانية نفس النقطة. اللي بيتنقل في المدينة يكون مرتاح شوي، ما يكون متلعوز. بس حلوة حلوة الصراحة مدينة المطار، جميلة طلعت جدا جميلة، مشروع ناجح جدا صار. يا الله الهاي واي كيف ترتيب زحمة، بس زحمة عادي، زحمة مقبولة ترى على فكرة، مش زحمة غير مقبولة بتاتا، زحمة جدا مقبولة، ممكن اتقبل واقع الزحمة فيها. بس يجيب ويودي ناس ولا يجيب؟ بدأ يجيب ناس ويوديهم. بس اتصور من يستوي عندنا منطقة سياحية، هذا قاطع ثلاثة جميل. خلنا نسوي قطار بين قطارات بين هالنقطة وهني. واخي اللفة الضخمة اللي بياخذها، لا مش اوكي، مش اوكي ابدا.
هايل اوكي اقدر اسوي اكثر من لين رايح اكثر من مكان ترى على فكره. ممكن انزل شيء يخليني لحظه كم لين غير مستعمل حاليا؟ هذا واحد بيبة المطار وبرد لانها منطقه مش متوصله بمترو ولا غيره، وهي اوريدي متوصله بين مزارعه وسويحان وموصلين في بعض، فما عندي مشاكل وما داعي اخاف عليهم. المهم طفنا وقت الحلقه وايد، طولت عليكم الحلقه واسمحوا لي، شكرا على متابعه الحلقه مره ثانيه، وطبعا ما كان معاكم خليل من خليل جيم، وشكركم على المتابعه، ولا تنسون طبعا دائما اذا عجبتكم السلسله تدقون لايك شير سبسكرايب، ساعدوا القناه تنمو، ساعدوا السلسله هاي تكثر، ونشوفكم باذن الله على كل خير.